سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعاً أنا حضرت المستشفى الدعاء، يعني ما شاء الله استقبال طيب، وذلك لاستكمال علاجي من المرض الجديد، ولله الحمد تمت على أكمل وجه في خلال يمكن أقدر أقول 9 أيام أو داخلين على 10 أيام، ولله الحمد، يعني نحمد الله ونشكر فضله، وهذا فضل من الله وبفضل اهتمام جميع المسؤولين وخاصهم وزير الأوقاف ومدير مستشفى الدعاء وجميع مسؤولين الأطباء بمستشفى الدعاء والممرضين والعاملين، جميع العاملين وعلى رأسهم مدير عام مستشفى الدعاء، شاكرين واهتمامهم ووقفتهم مع كل المرضى، لا ينحازوا مع مريض ولا مريض ولا معرفة ولا غير معرفة، كلنا سواسية، كلنا واحد، وهذا بفضل الله تعالى سبحانه وتعالى. ما يمشي على التمريض أربعة صحب القلب المفتوح، ما يمشي على التمريض أربعة صحب القلب المفتوح. سبحانه وتعالى التوفيق لهم جميعا، وربنا يجعله في ميزان حسناتهم إن شاء الله. الحمد لله على سلامتك يا عم عبد الله. وبارك في أولادكم يا رب، ويحفظكم يا رب، يحفظكم لمصر يا رب.